بإشراف المنظمة الدولية BDF System وبريكس الدولي للعلوم والتدريب والاستشارات، نظمت جمعية أسود مارتيل بشراكة مع الجمعية الوطنية المغربية للحماية والقتال الوقائي الدورة التدريبية الثانية على التوالي في أمن وحماية الشخصيات والدفاع عن النفس، بعد أن عرفت الدورة الأولى نجاحا باهرا. وقد عرفت الدورة حضور مشاركين من عدة مدن مغربية من بينها فاس، صفرو، خنيفرة، الناظور، مراكش، الجديدة، إفران، تطوان ومارتيل. وكان الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو الرفع من مستوى الشباب في مجال الأمن والحماية والدفاع عن النفس، وأيضا توسيع المدارك وإضافة جديدة إلى ملفهم الشخصي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم ديالي ربيع العمراني، مدينة مارتيل. كنضم مع جمعية ديال حماية الشخصية من طرف سيونس بغزة، وكنشكر هاد المنظمة، كنشكرها بزاف على هاد الإطار ديالها وعلى التعاون وعلى هاد المزمة ديال المعاون ديال الشباب اللي كينضموا لهاد الميدان هذا. وكنتمنى نتوما كتشوفوا الأجواء كيفاش عاملة، وكنتمنى ان شاء الله يكون على حسن الظن ديالكم. وكنشكر المنظمة الدولية لحماية الشخصية والقتال الوقائي، وكنشكر ايضا استاذ يونس بوغزة. السلام عليكم. حنا اليوم في واحد دورة تكوينية في مجال الحراسة المقربة بوديغارد في مدينة مارتيل. هذه الدورة الثانية اللي كتقام بها هاد الدورة هذه. كانوا عدد من الاخوان من
من مناطق عدة في المغرب، مراكش، طنجة، عدة مدن. كانت الدورة تحت إشراف كريم أستاذ كريم بوزيت والأستاذ يونس بغزة. الدورة كانت كاملة، هذا تكوين مزيان صحبي كاع الشباب في مجال الحراسة المقربة. السلام عليكم، معكم أشرف الرويش من مدينة الجديدة. كنبغيو نشكروا الناس ديال مارتين اللي قاموا بتنظيم هذه الدورة التكوينية للحماية والقتال الوقائي بمدينة مارتين، وكنشكر الناس اللي حضروا من مدينة فاس، مدينة مريرت، مدينة الرباط، مدينة سالة، مدينة مراكش، وما نساوش الناس الجديدة تما اللي حاضرين في معنا في هذه الدورة التكوينية. وكنشكر السيد يونس بغزة اللي قام بهذه الدورة التكوينية، كانت الدورة الأخيرة كانت بمدينة الجديدة، والآن هي دورة بمدينة مارتين، وغتكون دورة أخرى بمدينة خنيفرة، ونتمنى مزيد من التألق لهذا الشباب هذا إن شاء الله. شكراً.